تحية طيبة لكم مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج ضيف وسيرة. حلقة اليوم تحمل عنوان أسمى معاني الصبر والقوة، المرأة السورية نضال واكتفاء. إن اللسان يعجز عن نقل صورة المعاناة الحقيقية للمرأة في ظل الحرب على سوريا، ولكن آلامها ومصاعبها لم تمنع أو تقف أمام قوة الإرادة والصبر والعزيمة للمرأة السورية. وفي الحديث عن نموذج من نضال المرأة السورية في خدمة الوطن والمجتمع المدني بسنوات من الجهد والعمل المتواصل لتحقيق ذات المرأة وكيانها وإثبات وجودها والوقوف بجانب الطفولة البريئة والدفاع عنها. مشاهدينا، للحديث أكثر حول موضوعنا هذا يسرنا اليوم أن نستضيف ضيفتنا، لكن في البداية نذهب إلى تقرير للزميلة هلا محفوظ كتقرير تعريفي عن شخصية ضيفتنا لهذه الحلقة. نتابع ونعود. السيدة القديرة نجاة بركات من مواليد اللاذقية عام 1958، أتمت مراحلها الدراسية في اللاذقية والجامعية في جامعة تشرين كلية التربية في اختصاص تعميق تأهيل تربوي، مسيرة من العمل والنضال في خدمة المجتمع المدني وتعليم الأجيال والأمهات في اتحاد شبيبة الثورة، ورئيسة للاتحاد النسائي باللاذقية سابقا، وحاليا معلمة في دائرة تعليم الكبار. كان لها العديد من النشاطات والكثير من الدورات التدريبية لدعم المرأة في تنظيم الأسرة والمرشدات الريفيات، ودورات تدريبية للقيادات النسائية المسلمة مع منظمة الثقافة والتربية والعلوم في دمشق، ودورات حول تكافؤ الجنسين وتحقيق العدالة في دمشق واللاذقية، ودورة في حلب وطرطوس حول التمييز ضد المرأة. كما شاركت في ورشة عمل في مصر حول النساء العربيات يصنعن المستقبل، وورشة عمل حول النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية والعمل، وحضور ورشة عمل في تونس حول الإحصائيات المتعلقة بالنوع الاجتماعي الجندر مع الأسيسكو. كما كان لها دورها في رعاية الطفولة في إقامة العديد من الدورات التدريبية والمحاضرات وحضور الكثير منها فيما يتعلق بإعداد الكوادر القيادية في منظمتي الشبيبة والاتحاد النسائي، ودورات مختلفة حول كيفية العمل التطوعي، وإلقاء محاضرات مع جهات مختلفة حول مفهوم التربية السكانية، وحضور ورشة عمل في الأردن حول الطفولة المبكرة، ودورة حول الطفولة والإعلام، ودورات حول جنوح الأحداث. كما تقوم حاليا في دورات محو الأمية للكبار وإغاثة الوافدين، ودورات في الخياطة وخطى أخرى كثيرة لهدف الوقوف بجانب تعلم الأطفال والكبار ومساندة المعنفات من الأزواج، وتقديم وسائل مساعدة للمرأة في موضوع الاكتفاء على جميع الأصعدة المادية الثقافية التعليمية والرعاية الصحية. وتسعى السيدة نجاة بركات إلى نشر المحبة والتعاون في مشوارها المهني والاجتماعي والمتعة في تقديم الخدمات للآخرين. مشاهدينا، يسرني اليوم أن تكون معنا في برنامج ضيف وسيرة السيدة نجاة بركات. بنرحب فيها سوا، طبعا نحن اليوم في منزلها. نرحب فيك، أهلا وسهلا فيك ضيفة برنامجنا، ونحن ضيوفك اليوم ببيتك سيدة نجاة. طبعا أهلا وسهلا فيكم بمنزلي وبمنزلكم أنتوا أعزاء. والحقيقة بدي أتشكر قناة أوغاريت وبرنامج ضيف وسيرة لهاللفتة الكريمة والحلوة اللي عم بيسلط الضوء على بعض النماذج من السيدات اللواتي عملنا في الحقل الاجتماعي في محافظة اللاذقية. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نقدر نعطي معلومات ونعطي آراء وأفكار نقدر نستفيد منها طبعا في حياتنا المستقبلية.
نعم، بالبداية سيدة نجاة دعينا نتكلم عن مسيرة حياتك، يعني الماضية مسيرة طويلة من العمل والجهد، يعني الأمور التي طبعت في ذاكرتك من الأمور الجميلة في الماضي. لنبدأ بمسيرة حياة نجاة بركات. يعني الحقيقة هي كانت مسيرة جميلة، وبقدر ما كانت مسيرة جميلة يعني قدرت من خلالها أني أحقق ذاتي. فأنا في البداية تعليمي الابتدائي كان في مدرسة زبيدة، من ثم انتقلت إلى ثانوية البعث للتعليم الإعدادي والثانوي، وبعدها طبعا تابعت تعليمي في معهد إعداد المدرسين في اللاذقية. ومن خلال طبعا دراستي كان هناك طبعا مجموعة من المنظمات سواء كانت الحزبية أو الاجتماعية، ووجدت نفسي بها، فأنا تارة طالبة كشفية وتارة طالبة شبيبية، وأحيانا في معسكر للطلائع، وآخر طبعا معلمة في نقابة المعلمين. هذه المسيرة كانت جميلة بقدر طبعا ما صقلت بها شخصيتي من خبرات، واكتسبت بها من معلومات ساعدتني طبعا لنجاحي في مسيرة عملي طبعا وحياتي الوظيفية والعملية. نعم، الحياة الوظيفية والحياة العملية، طبعا حضرتك كنت رئيسة الاتحاد النسائي السابقة، خلينا نحكي عن هالنقطة كمان. أكيد في عمل يعني متنوع، عمل جاد، عمل رائع بالنسبة للمرأة السورية. خلينا نحكي عن نشاطاتك، خلينا نحكي عن هالمرحلة من عمرك، قديش كانت مهمة؟ يعني المرحلة الوظيفية أكثر مدة بياخدها الشخص بحياته، فقديش كانت مهمة بحياتك هالمرحلة؟ يعني الحقيقة عم تتزاحم صور كتير هيك بذاكرتي. حقيقة يعني ببداية حياتي الوظيفية والعملية أنا ندبت للعمل بالاتحاد النسائي. وعندما ندبت للعمل الحقيقة كنا فريق عمل متكامل وفريق عمل جيد، والحقيقة كانت المحبة طبعا والصدق والشفافية هي اللي كانت بتميز العلاقة بين هذا الفريق اللي كنا موجودين. انطلقنا للعمل، انطلقنا لميادين العمل، انطلقنا للنجاح، انطلقنا للإبداع. من خلاله طبعا نحن تعرفنا على المرأة السورية وعلى احتياجاتها، تعرفنا على طموحاتها، تعرفنا على همومها وعلى مشاكلها طبعا للمرأة السورية. والحقيقة من خلال تعرفنا على كل هذه الأشياء منحنا ثقة كبيرة، وهذه الثقة كانت طبعا من القائد الخالد حافظ الأسد، وأيضا من السيدة عقيلته رحمهم الله. يعني كانت ثقة كبيرة، كان متابعة كبيرة لعمل المنظمة وجادة، وكل النجاحات التي طبعا قدمت من خلال منظمة الاتحاد النسائي كانت بإشراف ورعاية منهما. والمرأة لكي ترد هذه الثقة طبعا كما أشرت انطلقت بإبداع وبنجاح في ميادين المعرفة وفي ميادين العمل، ودليل على ذلك ما نراه من سيدات طبعا عظيمات وكبيرات في المجتمع السوري. احتلوا المناصب بجميع المجالات، احتلوا المناصب وتبوأوا طبعا مناصب كبيرة. شغلت المرأة مناصب كبيرة سواء كان طبعا في السلك الدبلوماسي أو طبعا في الجانب السياسي أو الجانب الاجتماعي أو الجانب الثقافي. يعني المرأة أصبحت متواجدة في كل موقع من مواقع الحياة في سوريا، وأيضا يعني نراها أصبحت في الجامعة، وتقريبا معظم الكليات أصبحت نسبة تواجد المرأة والفتاة حتى إلى اليوم كبير. يعني إلى اليوم في هذه الظروف أصبحت المرأة إلى جانب الرجل في ساحات القتال، يعني في كافة المجالات كانت المرأة ووجدت إلى هذا الوقت. طبعا يعني المرأة دائما، يعني أنا كنت دائما أعتبر بأن يعني
المجتمع هو طائر يطير بجناحين، جناح المرأة وجناح الرجل، يعني ومتى سلم هذا الطائر سلم المجتمع. فيعني نحن من خلال تواجدنا كنا الحقيقة في منظمة الاتحاد النسائي، ومن خلال كما أشرت الدعم والرعاية الكريمين، وهذا ما كنا نلمسه حقيقة عندما نذهب إلى المؤتمرات ونذهب في وفود، كانت تقول معظم الوفود هنيئا لكم أنتم النساء في سوريا. فنحن كنا نعيش العصر الذهبي في تلك الفترة، وطبعا هذه الفترة تعاظمت والمرأة أثبتت جدارتها بالمجتمع وحضورها بالمجتمع بشكل رائد وبشكل متميز، خاصة طبعا بعد مسيرة العطاء والوفاء من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، وأيضا من المتابعة الجادة من السيدة أسماء. فاهتمت اهتمام كبير بالمرأة وبتمكين المرأة من كافة الجوانب. نعم، بالنسبة لأهم النشاطات في هذه المرحلة الجميلة من حياتك، نشاطات يعني منظمة الاتحاد النسائي، أهم النشاطات اللي مرت بحياتك بأيام الوظيفية اللي كنت تأدي عملك على أكمل وجه، يعني تماما أهم النشاطات. طبعا يعني هلأ يعني المنظمة من خلال الأنشطة ومن خلال المكاتب الموجودة فيها طبعا، يعني نحن ما ينطبق على المركز ينطبق كان على المحافظة. فنحن من خلال الأنشطة الموجودة في المكاتب كان يعني لدينا أنشطة كبيرة، يعني الأنشطة التي كنا نقوم بها كانت أنشطة كثيرة وتلامس حياة المرأة، من خلال طبعا التنظيم، من خلال الإعداد، من خلال التأهيل، ومن خلال التدريب. يعني نحن في مجال التأهيل ومن خلال الصعوبات التي كانت تواجهنا، وهي طبعا ضغط النفقات والاعتماد على الذات، قمنا بمشاريع انتاجية، وهذه المشاريع كانت عبارة عن خياطة ألبسة صوفية، صناعة ألبسة صوفية، وطبعا خياطة ألبسة، وهذه كانت تقوم بها السيدات في المنازل. وطبعا كانت فكرة ومبادرة رائدة، لأن المرأة في المنزل تعمل وهي موجودة في المنزل، تربي الأطفال، تطبخ الطعام، ترسل أولادها إلى المدرسة، وأيضا تقوم بعملها اللي هو مطلوب منها. أيضا أنشطة كنا طبعا نقوم بها موضوع رياض الأطفال، يعني أيضا كان هناك مبادرات اللي هي رياض الأطفال التجريبية، وهالرياض كنا نفتحها طبعا بالريف وبالقرى. كان لدينا قيادات في الوحدات النسائية، طبعا القيادات المتواجدات أو القياديات ليس لهن عمل، فمن خلال طبعا وجود القيادية المدربة والتي تحمل الخبرة والكفاءة كنا نفتح روضة الأطفال، وهذه الروضة تقوم طبعا بالتعليم يعني أحد أعضاء قيادة الوحدة الموجودة، فبالتالي نكون قد حققنا نحن فرصة عمل لهذه الأخت المنتسبة لمنظمة الاتحاد النسائي. طبعا نحن عملنا كثير في المجال القانوني، ومن هو بعيد عن المنظمة يجهل القوانين التي قامت بها المنظمة أو كمان التي ساهمت المنظمة بدعمها طبعا وبإيصالها والاستفادة منها من قبل النساء. طبعا كان لنا يعني باع طويل بموضوع دراسة قانون الأحوال الشخصية، من حيث رفع سن الحضانة للفتى والفتاة عند الانفصال طبعا بين الأم والأب، وأيضا كان لنا يعني مبادرة برفع إجازة الأمومة للمرأة طبعا العاملة،
وأيضا بتعديل بعض القوانين. يعني هذه المقترحات أصلا هذه المقترحات تطبق يعني طبعا طبعا نعم. كانت تطبق يعني نقوم بدراستها تماما، نقوم بدراستها طبعا مع لجنة من القانونيين في المحافظة، ترفع الاقتراح إلى المركز، وطبعا بوجود أختنا السيدة سعاد بكور كانت رئيس الاتحاد النسائي، وكانت أيضا عضو في مجلس الشعب. يعني هذه القوانين كلياتها تطلع مشاريع لمجلس الشعب، تدرس في مجلس الشعب ومن ثم طبعا يوافق عليها، بالإضافة إلى إحداث مراكز الإراءة طبعا للأطفال، وهذا في حال انفصال الأب عن الأم. يعني بدل أن تكون المحكمة، يؤخذ الطفل إلى المحكمة وطبعا يشاهد من خلال الأب أو الأم الحاضن أو الحاضنة، طبعا كان هناك مراكز للإراءة. هذه المراكز أقيمت في عدة محافظات في سوريا، وأستطيع أن أقول بأن بعض مراكز الاتحاد النسائي كانت موجودة فيها مراكز إراءة، يعني وأيضا بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسيف والاتحاد النسائي. وطبعا هذه التجربة لاقت صدى كبير، بحيث أن المرأة تأتي أو الأب يأتي إلى المركز، والطفل يأتي بعيدا عن رقابة يعني رجل الأمن أو الشرطي أو حتى مثلا في المحكمة، يأتي الطفل لساعة لساعتين، طبعا يشاهد الوالدة أو الوالد، يستمتع، يلعب كثير. يعني هذه المقترحات هذه طبعا او هذا النشاط اللي طبعا اقيم من خلال مراكز الإراءة، طبعا كان له كثير دور كبير ايضا يعني الناس او السيدات رجعوا مره ثانيه يترددوا على المنظمه، واللي عندها اي قضيه او اي مشكله طبعا كانت يعني هذه المقترحات تجي تحكي. يعني سيده نجاة كانت ضمن قوانين ناظمه ام كانت مجرد مقترحات والناس كلها حبتها هذه المقترحات؟ اكيد كانت صداها كثير حلو. طبعاً كانت نحن لدينا قانون احوال شخصيه، نعم قوانين اساسيه تماما، وهذا القانون طبعا فيه فقرات، فنحن يعني بشكل طبيعي مع التطور مع السرعة في التطور ومع مواكبة طبعا هذه القوانين ومواكبة الحياة، إجبار القوانين بدها تتطور. صحيح. قوانين بدها تتطور لتواكب يعني كل هذه المسيرة ولتواكب حياة كل أسرة. نعم. فنحن يعني الحقيقة من خلال مثلا لجان مشكلة باللجان ضمن المنظمة وبالمكتب القانوني تحديدا، كنا طبعا ندرس هذه القوانين، ونحن من خلال الندوات، من خلال الورشات، من خلال المحاضرات، دورات التثقيفية للأهالي أو للموجودين يعني التعريفية بهذه الدورات. يعني نحن كان لدينا برنامج، هذا البرنامج كان حول الحقوق القانونية مثلا والإنجابية والصحية للمرأة. فهذا نحن كنا مثلا ننفذه على مستويات متعددة من النساء، سواء بالأحياء الشعبية، سواء بالمعامل، سواء بمؤسسات الدولة. فنحن الحقيقة يعني كنا ندرس من خلال هالمحاضرات واللقاءات حاجات المرأة، ومن خلال دراسة حاجات المرأة واهتماماتها كنا نحن كمان مع اللجان الأخرى كنا نحن ندرس يعني القوانين وشو ممكن نحن نقدر نعدل بها القوانين، نعمل لها دراسات، ومن ثم طبعا يتم طرحها ويتم الموافقة عليها ومن ثم تطبيقها طبعا وتطبيقها. وأيضا يعني قمنا بدراسة حول القانون 78 وهو توريث الراتب التقاعدي للمرأة. يعني هذا كان فرحة كبيرة بالنسبة لنا كسيدات بأنه صدر هالمرسوم طبعا، وقدرت يعني المرأة تكتسب هذا حقها بأنه هي تورث راتبها التقاعدي لأفراد أسرتها طبعا حسب الأصول وحسب القوانين ضمن القوانين تماما الموجودة. يعني هذا المقترح الموجودة من أجمل المقترحات، كان له صدى كتير كبير وقت اللي طلع، وأكيد مسيرة المرأة السورية يعني مكملين فيها منظمة الاتحاد النسائي طبعا النساء السوريات، يعني هذا المعروف عنهم دائما المثابرة والصبر
الصمود والمتابعة. سيدة نجاة، يعني تحدثتي عن نشاطات كثيرة لهذه المنظمة، أكيد واجهتكم صعوبات خلال مسيرة العمل، خلينا نحكي نسلط الضوء على بعض الصعوبات اللي واجهت عملك ضمن منظمة اتحاد النسائي. يعني أنا بتصوري كانت أكثر الصعوبات هي يعني عندما تأتي المرأة أو السيدة لتطرح قضية ونحن لا نستطيع أن نقدم أي خدمة أو مساعدة، وخاصة فيما يتعلق بموضوع القوانين. يعني موضوع القوانين وموضوع قانون الأحوال الشخصية. أيضا من الصعوبات يعني نحن كنا نمر أحيانا بحالات حصار كما تمر بها سوريا حاليا، وأيضا كان لدينا ضغط للنفقات والنفقات والاعتماد على الذات. فطبعا من خلال هذه الأمور، هذه كانت صعوبات، وكان لدينا طبعا رواتب للعاملين، وكان لدينا رواتب لرياض الأطفال. فهذه من جملة الصعوبات التي طبعا كانت تواجهنا، ولكن كما قلت يعني نحن تجاوزنا هذه الصعوبات من خلال المشاريع الإنتاجية التي قمنا بها، وأيضا من خلال يعني افتتاح المزيد من رياض الأطفال، والتي كانت تدر طبعا الربح ليس بالكثير، لأن الأقساط في الرياض طبعا كانت قليلة وليست بكثيرة، لأننا كنا طبعا نهتم بموضوع الدخل، دخل الفرد، وأن لا يكون قسط روضة الأطفال عبء على الأسرة طبعا السورية. أيضا يعني من الصعوبات عدم وصولنا إلى العدد الأكبر من النساء، لا طبعا لا نتمكن من خلاله بتنفيذ وتطبيق البرامج، سواء كانت التربوية تماما التربوية أو التوعوية على لهؤلاء طبعا النساء. أيضا يعني كانت تواجهنا صعوبات، وهي أيضا عدم يعني قدرة المرأة على استيعاب أو التعرف على أنها هي قادرة على أن تقوم بأعمال إضافية أخرى، يعني إضافة إلى رسالتها كأم وكربة منزل وقادرة على يعني تنفيذ مقترحات أو أي شيء يجول بخاطرة من خلال يعني منظمة الاتحاد النسائي. طيب سيدة، أيضا كمان يعني موضوع القوانين. يعني القوانين كانت هناك قوانين جيدة وقوانين يعني رائدة كانت، ولكن أحيانا عدم يعني التطبيق الجيد لهذه القوانين طبعا أيضا كان من الصعوبات، يعود لنا صعوبة طبعا من الصعوبات. ولكن دائما كنا نقول عندما نحقق أي إنجاز أو عندما تعترضنا أي صعوبة من الصعوبات، هذه تكون يعني هذا يكون حافز لنا لكي طبعا نسير بشكل جيد إلى الأمام ونحقق طبعا إنجازات أكبر ونجاحات أكبر. سيدي نجاة، بالنسبة إلى ورشات العمل خارج القطر في تونس في مصر باسم النساء العربيات يصنعن المستقبل، شو بدك تحكي لنا عن ورشات العمل خارج القطر؟ كيف كان دورك؟ يعني الحقيقة ورشات العمل اللي كنا نحن نشارك فيها يعني نحن أنا بقدر أقول لك كنا دائما نكون كوفد سوري وين ما رحنا نكون الحقيقة وفد. أكيد كان لكم هدف معين بالمشاركة، يعني كوفد يكون لنا دور متميز. يعني من خلال الخبرة، من خلال المعرفة، طبعا من خلال القضايا اللي نحن كنا نعالجها عم بتلامس يعني حالة كل امرأة، حالة المجتمع، ليست فقط حالة المرأة وإنما حالة المجتمع بكامله، حالة الأسرة بكامله، حالة الشباب بكاملة. يعني لأن احنا بنعرف انه من خلال هذا التطور المتسارع يعني اكيد بده يكون في فجوات نحن ما قدرنا لسه نوقف عليها ونقدر نحن نعالجها بشكل جيد. فنحن الحقيقة الورشات كنا كتير نستفيد منها، استفادتنا كان من خلال تواصلنا ولقائنا مع وفود سواء كانت من الدول العربية أو من الدول الأجنبية، يعني نتعرف نحن على تجاربهم،
نتعرف على واقع المرأة عندهم، نتعرف على القوانين الموجودة عندهم، شو مدى تطبيقها، شو مدى تنفيذها، شو المبادرات والأنشطة طبعا اللي السيدات أو النساء عندهم بيقوموا فيها. يعني الحقيقة نحن كنا نرجع عند كل مؤتمر تكون حقيبتنا ممتلئة بكثير من المبادرات. ومثل ما قلت يعني وبرجع بأكد بأنه نحن كنا نعيش العصر الذهبي طبعا في منظمة الاتحاد النسائي. نحن كل ورشة عمل وطبعا سواء كانت داخل سوريا أو خارج سوريا طبعا كان بنهاية الورشة يقدم تقرير، يعني هذا التقرير كان يدرس في المكتب التنفيذي ومن ثم يرسل إلى طبعا الجهات المسؤولة والمعنية يعني بقضايا المرأة. ومثال على ذلك يعني موضوع نحن مفاهيم عديدة مثل مفهوم الجندر، هذا المفهوم اللي طبعا يعني المساواة بين الجنسين، من عدالة، من تكافؤ، من مساواة. يعني بعد ما طرح هذا المفهوم تمت مناقشته، تم وضع الدراسات والحقيقة في كافة المؤسسات وفي الدوائر وفي المنظمات الشعبية تم تشكيل لجان تتعلق بهذا المفهوم، مفهوم الجندر. تم تشكيل لجان وهذه اللجان تدعى بلجان ارتباط، صارت طبعا تتصل هي مع سواء كان المكتب التنفيذي او المكتب المعني او المسؤول طبعا عن هذا المفهوم لاعطاء صورة حقيقية وواضحة عن عمل المرأة، عن يعني عن الأعداد النساء، عن مبادراتهم، عن تطور وضع المرأة. يعني كل هذه المفاهيم حقيقة أثبتت وجود المرأة طبعاً من خلال تسلم هذه المناصب اللي عم تحكي طبعاً عنها. يعني نحن المفاهيم كلياتها يعني حتى فيما يتعلق بموضوع مفهوم النساء العربيات يصنعن المستقبل، يعني دورة شاركنا طبعا فيها بمصر، وطبعا من خلال كان طرح مفهوم واسع للمخدرات وللإيدز. يعني هاي القضايا اللي نحن الحقيقة كانت الهامة واللي نحن عم بتهدد شبابنا وعم بتهدد مجتمعنا. ونحن بسوريا كان لنا كتير يعني دراسات وقلنا كتير محاضرات حول المفاهيم لحماية الشباب ولحماية الأسرة طبعا من هالمفاهيم الهدامة. فنحن يعني الحقيقة كنا كل ما عنا أي مثلا ورشة أو أي شيء حتى حول الطفولة المبكرة، يعني نحن كنا يمكن الجهة الوحيدة المسؤولة عن موضوع رياض الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة واللي نحن بنعتبرها من اليوم إلى عمر 3 سنوات. فكان عندنا دور حضانة ورياض أطفال نشرف عليها طبعا الإشراف الكامل، أول منظمة الصحي والتربوي كان موجود عندها دور تمام الأطفال. يعني أول نحن منظمة. المنظمة الوحيدة وهذا نحن كنا بنعتبره يعني وسام على صدر طبعاً. المرأة بأنه المرأة هي الأم والمرأة هي طبعا التي تربي يعني والتي تحتضن الطفل في مرحلة طبعا يكون بحاجة إلى فترة نمو وإلى فترة حضانة وإلى حنان وإلى عطف. صحيح. وكان لدينا المربيات طبعا هن الأمهات البديلات في دور الحضانة ورياض الأطفال. يعني سيدة نجاة كان إليك باع طويل برعاية الأطفال وأعداد كوادر قيادية سواء في الشبيبة سواء في الاتحاد النسائي، وأيضا إلقاء محاضرات حول مفهوم التربية السكانية وحول الطفولة والإعلام، وورشة عمل حول الطفولة المبكرة كنا عم نحكي عنها في الأردن، وجنوح الأحداث مع وزارة العدل. يعني شو بدك تحكي لنا عن هالمسيرة الهامة بحياتك يعني من خلال رعاية الطفولة؟ أشرت في موضوع رياض الأطفال. يعني الحقيقة مربياتنا يعني صار واكبوا عملية تطور الطفل، وخاصة أنه نحن يعني هذا الطفل هو رجل المستقبل. صح. فنحن وقت اللي بنحسن إنشاء هذا الطفل وتربيته وأعطائه
طبعا الحنان والمحبة والرعاية اللازمين. فنحن أكيد هذا الطفل بده ينشأ، بالإضافة لأنه نحن يعني الحقيقة الطفل لازم نحن يعني نربيه على حب الوطن، على تمسكه بالأرض، على تجذره بالأرض. فهذا طبعا يكون أكيد من خلال البرامج، من خلال المناهج، من خلال الأنشطة، من خلال الاحتفالات اللي نحن الحقيقة كنا نعملها بمنظمة الاتحاد النسائي. بالإضافة لأنه يعني مربياتنا يعني نحن ما فقط يعني كانوا يتبعوا لدورات موجودة سواء بسوريا، لا كان عنا مربيات يعني عملوا دورات باليابان، عملوا دورات بمصر، حتى هن أمهات. يعني سيدة نجاة، يعني مفروض يكون نحن عنا هون بسوريا التعامل بالعطف والإحسان يعني يمكن أكبر من أي دورة ممكن أي أم تتبعها. لكن اليوم الحرب أطلقت مفاهيم جديدة ممكن بعيدة عن المفاهيم الماضية. كيف ترين مبادئ التربية اليوم؟ هل ما زالت يعني مثل قبل؟ يعني فلسفة الحرب، فلسفة التربية، هي أكيد يعني فلسفة المجتمع، ترتبط بالمجتمع بأهدافه بتطلعاته. وأنا يعني سابقا يعني من خلال اطلاعنا يعني وأنا كتربوية من خلال يعني اطلاعنا على أهداف التربية، يعني الحقيقة مناهجنا لم تغفل أي شيء فيما يتعلق بموضوع التربية. ويعني سواء كان التربية يعني وخاصة فيما يتعلق بتربية المواطن أو تربية الطفل أو تربية هذا الجيل. فيعني الحقيقة كلها كانت تتناول الجوانب سواء كانت النفسية أو الجوانب الاجتماعية أو الجوانب يعني الجسدية يعني للجيل. ومع هذا يعني نحن بها الفترة لازم نحن نربي يعني نأكد على دور المربي. المربي ودور الأسرة، يعني أكيد بده يكون في عنا نحن فلسفة، بده يكون في عنا دراسة كاملة ودراسة موضوعية وجادة طبعا للتربية في هذه الفترة. طبعا نحن دورنا بإعداد الجيل من خلال إعداد المربيين وتأهيلهم بما يتناسب ومسؤولياتهم. بالإضافة إلى كما أشرت دراسة الواقع، دراسة طبعا موضوعية وربط المواطن بوطنه وبأرضه، وطبعا صياغة أهداف تربوية. هذه الأهداف التربوية تتناسب وطبعا التسارع والتغير سواء كان التقني أو سواء كان الفني. وأيضا من خلال الأهداف التربوية نستطيع أيضا أن نربط المواطن بمجتمعه، وأن تكون هذه الأهداف أيضا تحقق للمواطن العمل، تكافؤ الفرص، التعليم، الصحة، الأمن والاستقرار. يعني أن لا يكون هذا المواطن أو هذا الشاب أو هذا الجيل طبعا يتخرج من الجامعة ولا طبعا يكون هناك أي مؤسسة أو أي شركة ممكن أن يعمل بها ويصبح عاطل عن العمل. نعم سيدة نجاة، يعني كما ذكرنا سابقا المرأة السورية هي رمز للعطاء، وكان المرأة السورية تاريخ عريق في قدرتها على القيادة وتحمل المسؤولية ومشاق الحياة، وصولا اليوم إلى تاريخ العطاء السمين الذي نراه اليوم. المرأة هي العطاء، كيف ترين هذا العطاء اليوم؟ يعني نحن الآن أمام شريحة واسعة من الأرامل، من أمهات الشهداء، من النساء الصغيرات اللواتي بحاجة ماسة إلى العمل سواء، فهذا العطاء كيف ممكن إحنا نقدره بثمن؟ طبعا وهل هناك أجمل وأوفى من الأم التي تقدم شهيد وشهيدين؟ وعندما طبعا تزف هذا الشهيد تقول أنا ما زال لدي أبناء لحماية هذا الوطن والدفاع عنه. هذه هي الأم السورية، طبعا مثال للصمود، مثال للتضحية، عنوان للوفاء، للإخلاص. الأم منذ البداية ونحن جميعا أمهات
ربينا أولادنا على حب الوطن وعلى الدفاع عنه وعلى حمايته، وأكثر من هكذا وفاء وعطاء للمرأة السورية وخاصة أم الشهيد. وطبعا بهذه المناسبة تحية لكل أمهات شهداء سوريا العظام، وتحية لأرواح الشهداء العظام الذين استعذبوا الموت لنحيا ويحيا هذا الوطن. نعم، الرحمة لكل شهداء سوريا. سيدة نجاد، بالعودة إلى المنظمة وعملك السابق كرئيسة الاتحاد النسائي، كيف كانت المرأة تمثل الاكتفاء الذاتي وممكن نقول التمكين الاقتصادي في هذا الوقت من خلال هذه المنظمة؟ هناك يعني كنا دائما نربط بين الناحية بين التمكين الاجتماعي وأيضا بين التمكين الاقتصادي. يعني هذا التطور الاجتماعي يجب أن يرافقه تطور اقتصادي. وكان هناك أيضا يعني مؤسسات كثيرة ساهمت في نجاح المرأة وعملية التمكين الاقتصادي. وكما أشرت سابقا يعني برعاية كريمة من السيدة أسماء، كان هناك العديد من الصناديق، سواء كانت المؤسسات أو الصناديق، التي تهتم بالمرأة، التي تقوم بتدريب المرأة على كافة الأنشطة التي طبعا تحتاجها. ومن هذه يعني المؤسسات والجمعيات كان لدينا الصندوق السوري لتنمية الريف، وهو ما يعرف باسم فردوس. الحقيقة كان لنا نشاط كبير مع هذا الصندوق، كان يقوم بطبعا الدورات التدريبية والتي أيضا تلامس حياة المرأة والتي هي من اهتمام المرأة. يعني هذه الدورات كانت تقوم بها المرأة، من سواء كانت تأهيل، سواء كانت من تصنيع ألبان وأجبان، سواء كانت من خياطة، سواء كانت من دورات تعليمية وتدريبية. وما تنتجه هذه السيدة تقوم بطبعا بيعه وعودة يعني الإنتاج أو ريوع الإنتاج، وهذا هو عودة لها طبعا. وهذا كما أشرت يعني هذا جعل المنظمة وجعل هذه المؤسسات يعني هي كمنظمات حماية للمرأة في المجتمع. أيضا مؤسسة مورد، أيضا الأمانة السورية طبعا للتنمية، من خلال يعني اهتمامها كان بالأطفال، من خلال طبعا تعليمهم، من خلال تأهيلهم، من خلال تدريبهم، اطلاعهم على يعني على مبادرات، اطلاع على النشاطات للآخرين سواء كان داخل سوريا أو خارج سوريا. نعم، خلينا نحكي عن الجانب الاجتماعي في حياة السيدة نجات، وجودك مع العائلة، الحياة الاجتماعية. السيدة نجات كأم، خلينا نحكي عن عائلتك أكثر، أفراد عائلتك، شو بتحبي تحكي لنا؟ طبعا أستطيع أن أقول بأن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وطبعا أنا لدي شابين. نعم، الله يخلي لك ياهم. وتخرج من الجامعة باختصاص تجارة واقتصاد وإدارة أعمال. ونحن نعلم بأن الطفل يعني هو بحاجة للأسرة وبحاجة لكل يعني جهود الأسرة، يأخذ كل الجهد سواء من الأم أو سواء من الأب. فالحقيقة اللي يعني كنا متابعين الأولاد من خلال تعليمهم، من خلال أمورهم الصحية، من خلال متابعتهم بالمدرسة، من خلال علاقتهم مع زملائهم، من خلال احتفالاتهم وحضورهم ومشاركتهم لاحتفالاتهم مع يعني مع رفاقهم سواء بالمدرسة أو سواء بالجامعة. بالإضافة لأنه يعني كتير نحن كنا نركز بالتربية بغرس قيم وأخلاقيات ومفاهيم لتحصينهم طبعا، سواء تحصينهم بالمجتمع أو تحصينهم بعد هن كمان ما بيصيروا آباء ومسؤولين في هذا المجتمع.
بالإضافة لأنه نحن يعني الحقيقة كنا تاركين لهم مساحات من الحرية ومساحات من الحوار، يعني أي قضية كانت تتم سواء كان بالحوار وبالنقاش، ويعني أي رأي أو أي قرار يكون مصلحته يعني لإلهم هن، المصلحة الجيدة لإلهم هن طبعا كنا نختارها. يعني أنا الحقيقة يعني بوجود أمي مثل حضرتك أكيد يعني كانت الأسرة ناجحة، وأكيد الحمد لله. وأنا الحقيقة يعني سعيدة بأسرتي، سواء كانت أسرتي الصغيرة والكبيرة، وكان يعني أنا كل ما حققته بتعاون بمؤازرتهم وبمساعدتهم لألي، لأني أنا طبعا بالألفين وسبعة رجعت دخلت على الجامعة مع أبنائي وكفيت، أنا باعتبار كنت دارسة معهد ورجعت كفيت بالتعليم المفتوح كلية التربية، وأيضا نجحت يعني بتقدير جيد جدا، وهذا أيضا كان يعني كل نجاح كنت حققه أسرتي كانت مشاركة فيه، سواء أسرتي يعني أسرتي الكبيرة اللي هي إخواتي ووالدتي، وحتى أسرتي الصغيرة اللي هن زوجي وأبنائي. ف وجودهم كتير بحياتي، يعني لهم بصمات إيجابية بحياتي، وأنا أي نجاح هن مشاركين فيه وبهديهم لهم هذا النجاح، وبهدية طبعا لروح والدتي اللي وقفت كتير معنا، أزرتنا، كانت سند حقيقي لنا بنجاحنا في المجتمع. طبعا نقول الله يرحم روحها الطاهرة، أكيد يعني أنجبت زهرة وأنجبت أم حقيقية وأم فاعلة وعاملة بالمجتمع. سيدة نجاة، قبل ما نسمع الخاطرة اللي هي قريبة إليك وأكيد مجموعة خواطر كبيرة حضرتك بتكتبيها رح نختم فيها برنامجنا، لكن خلينا نتوجه لإلك بسؤال النشاطات اللي عم تقومي عليها هلأ، شو أكثر نشاطاتك الحالية؟ يعني أنا حاليا مندبة لدائرة تعليم الكبار، وهذه الدائرة تقوم على تعليم طبعا السيدات أو الرجال الذين طبعا لا يعرفون القراءة والكتابة، من عمر 14 لعمر 50 عام. وحاليا طبعا قمت بعدة دورات في الأمانة السورية للتنمية لمحوي الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة إلى دورات في جمعية المقعدين. أيضا المقعدين هذه طبعا فئة من المجتمع بحاجة إلى اهتمام كبير ورعاية أيضا كبيرين. وحاليا لدي دورة في الهلال الأحمر من الأخوة الوافدين، حاليا نركز على الأخوة الوافدين طبعا من المحافظات ونتيجة للظروف التي تعيشها سوريا، ونحن نقوم بهذه الدورات، وأجد نفسي في كل صف وفي كل موقع وفي كل جمعية وأينما كان أجد نفسي حاليا، وبالإضافة طبعا إلى مساعدة بعض الجمعيات من خلال الأعمال التي يقومون أو تقوم بها هذه الجمعيات، ومساعدة ومؤازرة سواء طبعا للجيش العربي السوري أو سواء كان للوافدين والمهجرين في اللاذقية. نعم، يعني سيدة نجاة بركات كنت وما زلت رمز للعطاء، مسيرتك كلها عطاء ومحبة، سواء يعني في السابق عندما كنت رئيسة الاتحاد النسائي السابقة، والآن أيضا نشاطاتك عن جد عم بتتم عم بتنم عن هذا الموضوع، موضوع المحبة، موضوع العطاء، رمز أكيد الأم السورية والسيدة السورية للعطاء. طبعا نختم معك بالخاطرة اللي وعدتينا تسمعينا فيها، وبدنا نودع كمان مشاهدينا مع بعض الكلمات الجميلة من السيدة نجاة بركات. بدي أتشكر وجودكم معنا مشاهدينا، ورح نلتقي بحلقة أخرى من برنامج ضيف وسيرة، إلى اللقاء. كيف لي أن يمر العيد علينا والكثير من أحبتي وأبنائي في ساحات المعارك وفي الثغور والجبال، والكثير من أحبتي وأبنائي ارتقوا إلى السماء نجوم وكواكب،
والكثير من أحبتي وأبنائي أصبحوا بلا مأوى وبلا طعام، والكثير من أحبتي وأبنائي هدمت منازلهم وشردوا في أصقاع الأرض. ماذا قالوا لكم في العيد؟ والأخوة باسم الله والدين مزقوا أجسادنا وشردوا أهلنا وهدموا بيوتنا وزرعوا الشوكة بيننا وسرقوا أحلامنا وحبنا لبعضنا البعض. ولكن بالرغم من كل هذه الآلام والجراح، لابد أن تشرق الشمس من جديد على وطني وشعبي الذي لم يعرف يوم الهزيمة ولا الانكسار، وذلك بفضل جيش جسور مقدام لا يعرف التراجع ولا الاستسلام، وشعب صابر وصامد وقائد مؤمن وصبور وشجاع.